أنا عندي سؤال، إيه المنقذ للاقتصاد المصري؟ بطبيعة الحال أي حد في الدنيا لازم يجاوب الإجابة البديهية المنطقية اللي هي زيادة الإنتاج في مصر، بحيث إنه يبقى في عندي جزء يسد الفجوة بتاعة الاستهلاك المحلي وجزء تاني أنا بصدره علشان يقدر يدخل لي سلة عملات. حلوة سلة عملات دي؟ طيب والله بقى أنا عايز التصدير ده هيجيلي بالدولار لأن أنا عندي احتياجات دولارية معينة، هيجيلي بعملات أخرى على حسب احتياجاتي. يبقى أنا لازم أخد كل الإجراءات الممكنة اللي تخليني أقدر أعظم من الإنتاج بتاعي، سواء إذا كان من حيث الكم، كمية ما ننتجه، أو الكيف، جودة المنتج. يطلع المنتج ده مما تغله الأرض وما هو مرتبط بيها من صناعات غذائية و و و و، أو يطلع المنتج ده اللي هو المنتجات الصناعية المحضة على اختلاف أنواعها. طيب يبقى أنا لازم أسهل طول الوقت الإجراءات. مصر عندها حقيقي مش هزار بنية تحتية مهولة بالمعنى الحرفي، أقوى إنفراستراكتشر موجودة في المنطقة هي اللي موجودة في مصر، لكن فاضل لي إيه؟ فاضل لي العمل المكتبي. يعني في شوية حاجات في البنية التشريعية بتاعتي محتاج أحلحلها، أسهلها، أبسطها. يبقى أنا كده بكمل إيه؟ بقية القطع بتاعتي. أنا عندي كده، ما كانش عندي زمان بنية تحتية، عملت البنية التحتية. طيب بدأت بقى أشتغل على الأطر التشريعية بتاعتي بحيث أنها تبقى أكثر سهولة ويسر. السياسات النقدية والمالية بتاعتي أصبحت أكثر سهولة ويسر. لسه عندي زيادة أعمله؟ آه، في التشريع وفي السياسات دي. ودايما في عندي مشكلة طول الوقت ان انا في عندي هيكل بيروقراطي كبير ليه تصورات طول الوقت متعلقة بالورق، ورق رايح ورق جاي، انا عايز ورق لأسباب عدة. موظف في مصر يحب الورق قد عينيه، ينبسط قوي لما يبقى الملف قدامه كده مليان ومكلبز ومتخم. طيب الريس قال لأ، لازم قدر الإمكان نسهل، وده توجيهات واضحة سهل. فجت هيئة التنمية الصناعية أصدرت قرار ملزم، خد بالك من كلمة ملزم، فأنت عزيزي المستثمر صاحب المصنع اعرف أن القرار ده ملزم بعدم طلب أي مستند إضافي من المصانع عند المتابعة. طيب ايه هي المتابعة وايه هي المستندات الاضافية اللي ممكن تبقى او كانت تطلب فيما سبق، وبتوجيهات الرئيس وبالقرار الحالي اصبحت في خبر كان. معانا استاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم وبالسادة المشاهدين. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا استاذ. طمني على الورق، هو احنا كان بيطلب مننا ايه زيادة وبالتالي القرار يحول دون طلب هذه الزيادات؟ يعني خلينا في البداية نتكلم عن أولا هي توجهات الدولة المصرية في المرحلة الحالية، وحضرتك طبعا زي ما تفضلت وقلت في الانترو ازاي نقدر ان احنا نعمل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، سواء المستثمر ده عنده استثمارات قائمة في مصر او بنحاول نجذب استثمارات جديدة. جميل. ومن هنا جت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بازاي ان الحكومة تشتغل على وضع مجموعة من الحوافز والإجراءات المبسطة عشان نقدر إن احنا النهاردة نجذب هذا المستثمر للاستثمار خاصة في القطاعات الإنتاجية. وبالتأكيد قطاع الصناعة بيلقى اهتمام وعلى رأس أولويات الدولة المصرية لجناحها يعني. وبالتالي جه تحرك المهندس أحمد سمير معالي وزير التجارة والصناعة اللي هو اشتغل من أول ما تولى على هذه المنظومة، يعني هو بدأ يفكر فيما يعرف برحلة المستثمر. هو المستثمر لما بيروح لهيئه التنميه الصناعيه بيحتاج ايه؟ بيتعامل في ايه؟ ايه الخدمات اللي بيحتاجها؟ وبالتالي نقدر نشوف ايه التحديات اللي بيواجهها. ابتدى نشوف بقى ايه هي الاجراءات دي، وخليني هنا اقول جزئيه مهمه ان وزاره التجاره والصناعه النهارده ما بتتحركش دون التواصل مع مجتمع الاعمال.
حلو. يعني اتحاد الصناعات موجود على الترابيزه، اتحاد الغرف التجاريه، المجالس التصديريه، كل منظمات الاعمال تكاد تكون في اجتماعات اسبوعيه موجوده داخل الوزاره. الهدف الرئيسي ان احنا كلنا في الاخر هي عمليه شراكه، ازاي ان احنا نقدر نوصل للوضع الامثل. جميل. عشان كده ابتدى معالي الوزير المهندس احمد سمير يبص على حاجه اسمها المتابعه السنويه. احنا عندنا قانون الترخيص الصناعيه صدر اللي هو قانون 15 لسنه 2017، وصدر في نفس السنه اللائحه التنفيذيه للقانون. القانون هايل ويتم من خلاله ان احنا نحدد المستثمر مع هيئه التنميه الصناعيه فقط، بدل ما كان بيروح ل 11 جهه خارج وزاره الصناعه. بالتالي الهيئه هي اللي بتنوب عنه في التعامل مع كل الجهات دي، وبيقدر يحصل على خدمته او ترخيصه. الترخيص بالاقطار بيبقى خلال من يوم لسبع ايام، واذا كان مسبق بيبقى في فتره اقل من 30 يوم. وخلينا نرجع بالذاكره يا استاذ يوسف ونفتكر ان البنك الدولي عمل دراسه قبل اصدار هذا القانون، قال ان بيحتاج ترخيص صناعي في مصر كان بيحتاج 634 ما يقارب العامين. وبالتالي دي طبعا كانت فتره طويله جدا، وكانت فتره للاستثمار وليست محافظه للاستثمار. القانون اتطبق زي ما بوضح معالي الوزير، وجد ان في ما يعرف بيه المتابعه السنويه، اللي هي ان المستثمر بيضطر ان هو لازم يجي كل سنه يقدم مجموعه من المستندات عشان يقول انا موجود لسه والمصنع شغال. فنديله حاجه اسمها المتابعه السنويه، ونديله موقع على المتابعه السنويه. بعد ما رجع كل هذه الاجراءات قدر ان هو يصدر قرار. وطبعا زي ما قلت لحضرتك وحضرتك تفضلت في البدايه وقلت ده يعني بتوجيه من فخامه الرئيس، ازاي لازم زي مستنداته بعدين اثنين. اهم الرسوم اللي هو سدد الرسوم اللي هي تم وضعها او اصدارها بموجب القانون. ثاني حاجه ان انا بخليه يوقع على اقرار ان المنشاه لا زالت تعمل، وان هي بنفس الضوابط اللي صدر بيها الترخيص. بعد كده بنقدر احنا كتنميه صناعيه، هو في نفس اليوم بيحصل على الموافقه، احنا كتنميه صناعيه بنقدر ننزل نعمل معاينه عشان نتاكد من صحه الاقرار اللي هو قدمه، وان المصنع لا زال يعمل، وان هو شغال بالطاقه الانتاجيه نفس النشاط وما الى اخره، يعني من اجراءات. لكن اختصرنا له كل الاجراءات في الاجراءين دول بس. كويس. هذه الاجراءات بقى كلها يعني هتاخد وقت قد ايه؟ زي ما حضرتك ذكرت يا استاذ ياسر، كان قبل كده بيتقال علشان اعمل مصنع في مصر انا عايز لي سنتين. دلوقتي انا عايز قد ايه؟ لا انا عايز قد ايه؟ يعني بموجب القانون حضرتك النهارده قلنا عندنا نوعين من الترخيص يا استاذ يوسف، وده اللي حددته في القانون. قانون الترخيص بالاختيار، وده للصناعات اللي هي ما فيش فيها موافقات بيئيه او الصناعات ثقيله وبتحتاج لاجراءات يعني خاصه بالبيئه والحمايه المدنيه معقده يعني. ماشي. لكن الصناعات الثقيله دي اللي هي بتحتاج فتره 30 يوم، ودوله رئيس مجلس الوزراء ادى توجيه ان هذه الرخصه تصدر في 20 يوم عقد. وده بالفعل هيئه التنميه الصناعيه النهارده لو حضرتك تفضلت وحبيت تشوف التنميه الصناعيه وتتابع هذا الامر على الواقع هتلاقي ان الرخصه تصدر يبقى 20 يوم عمل، وبالفعل تم اصدار العديد من التراخيص وفق هذه التوجيهات. هل بالقرارات الجديده دي وخلينا ابقى صريح معاك، هبطل اسمع شكاوى من الناس اللي ده واخد المصنع وعمل الترخيص بس اصل فاضل ورق، واصل لسه هيروح هيئه التنميه، وهيئه التنميه تبعت اللجنه، واللجنه تروح وبعدين تكتب التقرير، وبعدين اللجنه تغطس، وبعدين اللجنه تظهر تاني وما الى ذلك، وده بياخد مش اسابيع شهور. هل بالقرار الجديد مش هنسمع الكلام ده تاني؟ يعني خلينا يعني اكون واضح مع حضرتك. الشكوى حضرتك عارف يعني اكيد في ناس هتبدا برضه هو ممكن يكون مقصر في حق نفسه، هو انا مش مستكمل اجراءاته او مش مستكمل مستنداته. خلينا اقول لحضرتك على اتجاه تاني، ان احنا النهارده في اطار عمليه الميتانه اللي بتتم للاجراءات في منظومه الخدمات الخاصه بالوزاره، معالي الوزير تحدث واعلن عن ان احنا شغالين على موضوع منصه الكترونيه لتقديم الخدمات. ترى حضرتك النهارده تقدر تخش وتعرف ايه الاماكن اللي فيها فراغات او فيها اراضي شهيره يقدر ان هو يتقدم عليها. هذه الخريطه كمان بتتيح له ايه هي الموارد اللي متاحه في كل منطقه، ايه الصناعات اللي ممكن يعملها، ايه المواني القريبه منه. وبالتالي في اطار عمليه البنكاري انت بتقلل التعامل العنصري
فبتبقى تقدم بطريقه ايسر، وفي نفس الوقت بتضمن عدم وجود اي بيروقراطيه. مش هقدر اقول لحضرتك الشكاوى هتثبت 100%، لان ده مش موجود في العالم كله، يعني لازم حضرتك هتلاقي برضو نوع من بعض الشكاوى لبعض الناس، لكن احنا دورنا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل لهم. ماشي، انا عايز انزل لحد المعدل العالمي، انا موافق يعني تفضل في شكاوى بس تبقى في المعدل، مش عايزها اعلى من المعدل. اشكرك جدا 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 استاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزاره التجاره والصناعه.